هنا في القاهرة التأم شمل وزراء خارجية الدول العربية في اجتماع طارئ لبحث الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى وتداعياتها. اجتماع يأتي في سياق الجهد العربي المتواصل لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى الشريف، ويسعى المجتمعون إلى التأكيد على رفض أي تغيير في الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة. إن القدس خط أحمر لا نسمح لأي كان بتجاوزه، ولا نقبل أن يكون واقع الاحتلال المرفوض منا ومن العالم أجمع مقدمة لتغيير الوضع القائم في هذه البقعة الشريفة المباركة. هل من خطة عمل بديلة أعدتها الجامعة العربية في حال استمرار التعنت الإسرائيلي؟ ومطلوب منا جميعا ومن المجتمع الدولي الانتباه إلى أن التعامل مع المقدسات الإسلامية بهذا القدر من الرعونة والصلف ينطوي على تهديد حقيقي بإشعال حرب دينية، لأنه لا يوجد مسلم في العالم يقبل بتدنيس الأقصى. تدنيس الأقصى جريمة تذكر العالم بأهمية التصدي لهذه السياسات الإسرائيلية الرامية إلى استباق مفاوضات التسوية النهائية وفرض واقع جديد يلغي الوضع القائم في المدينة.